استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بمكتبه بمعسكر الروضه الفريق كارل مندي قائد قوات المشاه البحريه بالقياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له. ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بقائد قوات المشاه البحريه بالقياده المركزيه الامريكيه مشيد سموه بعمق العلاقات الوثيقه التي تربط مملكه البحرين مع الولايات المتحده الامريكيه في جميع المجالات خاصه ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين